أول نصيحة، مرة مهم تستخدموا واقي الشمس قد ما تستخدموه ترى برا البيت، مهم تستخدموه جوا البيت. ليش؟ لأنه حتى أشعة الشمس ترى تنعكس على الشبابيك وتقدر تضر جسمكم ووجهكم. ثاني نصيحة، أي منطقة من جسمكم تتعرض للشمس غطوها بكريم واقي الشمس، وجهكم، إذنكم، يدكم، بطنكم، رجولكم، أي مكان. ثالث نصيحة، مرة مهم ننتبه على رقم الـ SPF. أي شيء تحت الـ 30 ما حيفيدكم، فنستخدم الـ SPF من 30 إلى فوق. رابع نصيحة، كم مرة نستخدم الكريم؟ المفروض كل ساعتين، بس لكن لو أنت جالسة تحت الشمس لازم تحطي كل ساعة، وبالذات لو بتسبحي، مرة مهم. خامس نصيحة، لو عندك بشرة حساسة لا تخافي، في كريمات يكون فيها معادن تساعد على تغذية بشرتك وحمايتها في نفس الوقت. سادس نصيحة، عشان الكريم كمان يشتغل معاكي لازم نلبس النظارات، لأنه التجاعيد حتجينا حوالين عيوننا، فمرة مهم لما تحط الكريم تلبس النظارة عشان تحمي عيونك. سابع نصيحة، زي ما عرفنا نحمي وجهنا ونحمي عيوننا، لازم نحمي الشفايف حقتنا. كيف نحميها؟ نستخدم في مرطب شفاه يكون فيه له SPF، وزي ما قلت لكم أي شيء تحت 30 ما نستخدمه، بس فوق 30. تامن نصيحة، ترى لا تحسبوا عشان في SPF في الفاونديشن حقكم حيشتغل، لا، حتحطوا كريم الواقي وبعدين تحط الفاونديشن حقك زي ما تبغي. تاسع نصيحة، في حبوب تقدروا تستخدموها، هي حبوب عشبية تساعد على أنكم تحموا نفسكم داخلياً مو بس خارجياً. آخر شيء، اوعوا 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 تخرجوا من البيت من غير واقي الشمس. هيا خلاص، أكيد حفظنا، سمعنا النصيحة حفظناها، ودحين مستحيل حخرج من غير واقي الشمس. شكراً.